طب اسمحي لي اسالك سؤال، ولو انك طبعا انت غير مسؤول عن السؤال اللي انا هقوله، ولكن يعني وجودك يخليني لازم اسال السؤال ده. هل الفنانات المعتزلات والمحجبات العائدات الى الدراما افادوا الدراما في شيء او اضافوا اليها حاجه؟ ونقدر نقول لو قلنا اه اضافوا ايه للدراما؟ لا، هي احنا ليه بنقول الفنانات العائدات؟ احنا ما كناش في المريخ وجينا، احنا مش العائدات للشاشات، ما احنا مش جايين نغير حاجه في الدراما، احنا مش جايين هنعمل هنقلب هنشقلب الكون ولا هنعمل حاجه ما حصلتش. لا، انا سهير رمزي كنت بمثل زمان من غير طرحه، جيت بمثل بطرحه، لا هقدم ولا هاخر حاجه. يعني مش هضيف للدراما شيء ما حصلش. لا، انما انا كفنانه ليا مثلا تاريخ، ليا افلامي، ليا وضع معين رجع بس. انما انا مش هقول يعني سهير بابلي لما رجعت ما فيش حاجه، عامله روايه جميله وروايه حلوه وبتقول كلمه حلوه، وانا انا انا اتفرجت عليها الحقيقه جميله. صابرين لما رجعت رجعه حلوه بتقول كلمه حلوه، ما بقولش شقلبنا الدراما، ما بقولش غيرنا راجعين بقى هنعمل انقلاب في لا 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 خالص. إيه طب هل سالتي مثلا مدام سهير البابلي، استشرتي حد من زميلاتك قبل ما ترجعي؟ لا، هو احنا ما بنستشيرش بعض، لان ما فيهاش. احنا انت ممكن تقولي ايه يا سوسو انت راجعه نص حلو اللي هترجعي فيه، حلو قوي قوي، يلا على خير، لان احنا عندنا ثقه ان احنا ما دام راجعين بعد الالتزام ده اكيد هنعمل حاجه كويسه يعني. انما مش هناخد راي بعض ارجع ولا ما ارجعش. لا. طب ليه معظمكم رجعتوا يعني في توقيت واحد متقارب، وفي نفس الوقت كلكم رجعتوا للتلفزيون مش للسينما؟ ليه؟ هو لو تبصي للحقيقه، هو احنا انا كنت هرجع من سنه، كان هم لسه ما فكروش في الرجوع. يعني كانت لا الحاجه سهير البابلي فكرت ولا صابرين فكرت في انها ترجع. كنت انا اللي بفكر بس لوحدي ان انا ارجع. ده كان السنه اللي قبل اللي فاتت. بعد كده صدفه ان بعد انا ما فكرت وقررت وكده، حصل عرض للحاجه سهير فوافقت عليه، حصل عرض لصابرين وافقت عليه. التوقيت بقى ده زي ما احنا كنا ساعات بنعمل افلام كتير وتنزل عرضها في توقيت واحد، ده مش مسؤوليتنا. مش مسؤوليتك. لا طبعا. طب بيقال برضو في يعني كتبت في حاجه من الصحافه ان انتوا رجعتوا كلكم لانه العروض اللي جات لكم عروض فلكيه من ناحيه الارقام ومن ناحيه الفلوس، فطبعا عشان لازم تقتسموا تورته الفلوس دي والاجور دي. اللي اتكتب كده، فانت ردك ايه؟ لا، انا شخصيا لما جم بيكلموني قلت لهم شوفوا انا وقفت نجمه وانا راجعه نجمه، فاجر نجمه هاخده بس. انا ماليش دعوه بقى بالباقي. لما بتكلم عن نفسي انا مش انا يعني لو كنت الاجور دلوقتي بياخدوا 10 جنيه نزلت الاجور هنزل، طلعت الاجور اطلع. ده وضعي بس. انما فعلا في اجور كويسه اتخذت؟ طبعا اكيد طبعا طبعا طبعا، عشان يعني كل واحد طلب اجره. يعني العوده للفن للفن مش للماده. لا، ما كنا استمرينا. ما احنا كنا استمرينا يا صفاء. لو انا عايزه الماده الماده مش 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 هلبس نفسي طرحه واكتف نفسي واقعد ابقى من الدروس للصلاه للقراءه بتاع لمده 13 14 سنه وبعدين ارجع عشان الفلوس. طب ما انا كنت فضلت لو انا عايزه ارجع عشان الفلوس. الحمد لله ان 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 ان, إن الرجوع ما بقاش يعني. انا بس ارجو انك تعرفي انه مش انت بالتحديد، يعني السؤال ده على كل اللي رجعوا، يعني كل مجموعه ده الكلام احنا بنجيبه من الصحف وبنحط السؤال حتى انت تتوضحي للمشاهدين وللجماهير وجهه النظر الحقيقيه. لا يعني انا بتكلم عن نفسي لان انا ما اعرفش. انا سمعت ان الحاجه سهير مره قالت في انترفيو انها رجعت عشان الماده، هي قالت ده. انا سمعت انها قالت كده. بس انا ما اعرفش. يعني دي هي ده وجهه نظرها. انما انا بتكلم عن نفسي انا. لا، لان انا الحمد لله مستوره وعايشه، الحمد لله متجوزه وجوزي مش مخليني عايزه حاجه الحمد لله، فيعني راجع عشان انا حابه ان انا ارجع بس.